اولا فوزي وفي سن قبل ال 15 ساب طنطا بدون رغبه بابا لانه عايز يغني، يروح المدرسه يطلع يغني في الشوارع ويغني. محمد فوزي الموسيقار في زمن الكبار، تعالوا نحكي موسيقى. لحن محمد فوزي عدد كبير من الأغاني، بالإضافة إنه مغني وكمان ملحن وكمان ممثل، وبعد هيك صاحب شركة مصرفون لإنتاج وتوزيع الإسطوانات. ويقال إنه قرار تأميم شركة مصرفون وكان سبب بوفاة محمد فوزي. قرار التأميم اللي حصل استلموا الشركة، إنما حملوه كل الكمبيالات والأقساط اللي عليه للشركات اللي اشترى منها الأجهزة والمعدات. يا خبر. فطبعا دي دمرت محمد فوزي تماما يعني. أما مشواره في الغناء بلش بعمر العشرين، يعني بسنة 1938، ومن خلال إحياء إرث سيد درويش. خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعند وياي. من أهم خطوات قام فيها محمد فوزي في مسيرته الفنية هي شركة الإنتاج مصرفون، واللي فاتت تنافس الشركات الأجنبية في مصر اللي كانت تنتج وتوزع الاسطوانات ب 80 قرش، بينما شركة فوزي كانت تبيع الاسطوانات ب 35 قرش. قعدت شهرين ربنا ما يوريك يعني حال انا والسرير حتة واحدة، يعني عشان ارفع صوبع لازم تيجي الموردة ترفع لي صوبع، شوف قد ايه بقى. فانا حالتي يعني هي كده، ان انا برضو هبقى حاسس بآلام بتشيلها في بعض الاوقات المسكنات. ومن أهم ألحان وأغاني محمد فوزي واللي عددهن حوالي 400 أغنية، منها 300 تقريبا من الأفلام، وأشهرها حبيبي وعينيا ومال القمر ماله. مال القمر ماله ما جيناش على باله. وكمان مجموعة من أجمل أغنيات الأطفال وأشهرها ماما زمنها جاية وذهب الليل وطلع الفجر. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو. أما اللحن الأبرز والأيقونة يا مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. أغنية يا مصطفى الأصلية من ألحان محمد فوزي وغناء بوب عزام. أغنية يا مصطفى من أشهر أغاني الفرانكو أرب حتى ليومنا هذا. بعد غناء لأول مرة بفرنسا كتار من الفنانين حول العالم غنوها، يعني بوقتها الأغنية كانت ترند. راح نسمع يا مصطفى بصوت داريو مورينو. يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. وكمان وصلت اليابان من خلال كايو ساكاموتو اللي حولها للياباني. وطبعا الديفا داليدا الفنانة الإيطالية الأصل مصرية النشأة وأغلب سنوات نجوميتها كانت بفرنسا، كمان هي غنت يا مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. ودوره كصاحب شركة إنتاج مغني وكمان ملحن كمان كان ناقد موسيقي. واحدة من انتقاداته كانت هي للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. تعرف يا أستاذ فوزي الغنى بتحس بودات قلبي يا أبوه خلاني نسيت الفولكلور القديم من كتر جمالها. والله هتسمعها دلوقتي وتشوفها. على حزب وداد قلبي يا ابوي راح اقول للزين سلامات 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 على حزب وداد قلبي يا ابوي. وبقى ايه علاقتها بقى بالفلكلور القديم دي؟ طب ما هو ده يبقى طب ما كانوا يجيبوا كلام جديد احسن ويقولوا حاجه تانية. الحلو بالمجال الفني انه بيجمع بين المسرح السينما الغناء التلحين النقد الفني والابداع بشخصيه واحده، وهذا اللي حاول يعمله الموسيقار في زمن الكبار محمد فوزي. معلش يا محمد بنعرف لو سافرت كان هيحصل ايه؟ كنت هبقى مغني مشهور. ولما بيسالوني ليش الموسيقى لغه، ببساطه لانه بيفهمها كل الناس. تابعوني على المنصات المختلفه، كنت معكم الياس مرجيه، تعالوا نحكي موسيقى.